مبروك مسيو وائل. ميرسي لالي. شو بتخبرنا عن هالمجموعه المميزه؟ لكن هيدي كوليكسيون لماريه، نحن بنقدمها عاده من فاشن ويك تبع نيويورك، وحبينا السنه انها تكون موجوده ببيروت. هيدي كوليكشن فيها 20 فستان، التيم تبعها كان راوند كوتور، برايدل كوتور، مع انها هي اتس ريدي تو وير، فيرست لاين اوف ريدي تو وير. حبينا نقدم شيء يكون اذا بدك يورجي الهاند كرافت، طريقة الشغل، التطور بالقطعة. هيدي اللاين هي لاين إذا بدك الفيرست لاين، اللي هي كتير مهمة لنا للعروس اللبنانية، العروس الخليجية، العروس الأمريكانية اللي بتحب الفستان المهم، واللي كمان ما عندها كتير وقت تروح تشتغل على فستان كوتور تروح وتجي. سو عم تقدر تاخد لوك كوتور بفستان ريدي تو وير. اتس جيومتريكال فلاور، اشتغلنا حوالي وردي وكيف الجيومتري تبعيتها. احنا خلقنا فيرست لاين واللي هي لماريه البرايدل، كنا نعرضها من نيويورك. كان حتى عندنا زبائن لبنانيين كثير يروحوا على نيويورك يضطروا ياخذوا الفستان من هونيك، ما يقدروا ياخذوه من بيروت. وعندنا السكند لاين واللي هي توني وورد برايدل، تنبيع اكثر شيء باوروبا وبساوث ايست ايجيا، واللي هي مور اذا بدك ساتل، ما فيها كثير شيك، بسيطه، مور فيتد، بسيطه للعروس الاوروبيه اكثر. انا العروس دائما بحب الا انه نهار العرس بي يور سيلف، مانك بحاجه انك تلبسي فستان يطلعك من شخصيتك، لازم شخصيتك تبرز. والسر هو بالفستان الحلو يقدر يورجيك قديش فيك تطلع هالشخصيه وتورجيه وتكوني نهارتها مزبوط فرحانه ب يور سكند سكين.